التماثيل. كيف تجرؤون على بيع آلهة لم تستطع الدفاع عن نفسها ولم تقدم دليلاً واحداً على قدرتها وقوتها؟ ستقدم وستصنع المعجزات، فقط قدموا لها القرابين. الأولى أن نقدمها لإله إبراهيم الذي نجاه من النيران. كف يا رجل عن هذا الكذب والتضليل. إبراهيم يهدد عرشنا، إبراهيم يهدد سيطرتنا على الملك، فماذا نحن فاعلون؟ إنني أحضر مفاجأة لإبراهيم، فانتظروا.